وكانه ليس ذلك الجزار الذي قتل مئات الالاف من شعبه ولا يزال لا لشيء سوى انهم طالبوا بحقهم الانساني في الحريه والحياه الكريمه وفد من رؤساء البرلمانات العربيه يزور دمشق ويلتقي رئيس النظام السوري بشار الاسد بزعم اظهار التضامن مع ضحايا فاجعه الزلزال الذي ضرب مناطق الشمال السوري قبل اسابيع قليله ومن المفارقات ان المناطق الاكثر تضررا من الزلزال خارجه عن سيطره نظام الاسد بل ان سكانها المنكوبين بالزلزال هم بالاساس من ضحايا نظام الاسد الذي يعدونه النكبه الكبرى التي تفوق تداعياتها اي كارثه طبيعيه الامر الذي يكشف كذب ادعاءات التضامن مع الضحايا امر اخر كشفته الزياره البرلمانيه العربيه الى دمشق بحسب مراقبين اذ ان الزياره كشفت عن عمق الهوه ليس فقط بين الحكومات العربيه وشعوبها وانما كذلك بين البرلمانات التي يفترض بها انها تمثل الشعوب العربيه وبين هذه الشعوب ما يؤكد ان الحكومات وبرلماناتها في واد والشعوب العربيه في واد اخر بالطبع فان تطبيع العلاقه بين النظام العربي ونظام الاسد في سوريا لم يبدا بعد كارثه الزلزال فمن المؤكد ان هناك توجها عربيا رسميا لاعاده دمج النظام السوري في المنظومه الاقليميه وجامعه الدول العربيه وما كارثه الزلزال الا فرصه استغلها الطرفان لتفعيل ذلك التوجه الواضح بالاساس غير ان ذلك التطبيع ربما ستواجهه معوقات خارجيه تتعلق بالموقف الامريكي غير الواضح حتى الان في هذا الصدد وهو الموقف الذي بدوره قد يرتبط بتطورات العلاقه الامريكيه الروسيه في ظل الحرب الدائره في اوكرانيا وكذلك بتطورات الملف النووي الايراني وحاجه الامريكيين ربما الى الضغط على كل من روسيا وايران عبر محاوله تغيير المعادلات الاقليميه وخرائط النفوذ في سوريا